بس ما بتقروا علميا، بتقروا في يوم الوفاة وليس بتقروا للحياة. وين خريطة سوريا في القرآن الكريم؟ موجودة في سورة بنقراها كثير في صلاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما سألت ليش الله ذكر طور سينين وذكر مكة ثم ذكر الزيتون والتين؟ ما انتبهت عليها؟ الله عم بيحكي عن شجرتين عم بيقسم. أقسم بالتين والزيتون وأقسم بطور سيناء وأقسم بمكة البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الأرض فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أنا اللي حطيت لكم الخريطة أقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هو الحكيم. ولكن لماذا ذكر التين والزيتون وسيناء ومكة؟ قال في سيناء تكلم مع موسى، وفي مكة تكلم مع إبراهيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد، تعرف القصة كلها. أما في سوريا فجمع كل الأنبياء ليصلوا صلاة واحدة في سوريا لما بنساوي حفلة الإسراء والمعراج. وهي الحق علينا نحن المشايخ، ما فهمنا كل الإسراء والمعراج أنها وحدة رسالات السماء.